السلام عليكم. كما تعرفون وكما خبرتكم الأسبوع السابق بأن الحكومة الألمانية تشتغل حاليا على قانون جديد. هذا القانون هو قانون خاص بالهجرة، يسمى Einwanderungsgesetz. هذا القانون هو فرصة، إذا خرج في الخريف المقبل هو فرصة كبيرة لكل اللاجئين ولكل المهاجرين والناس التي ترغب بأن تأتي إلى ألمانيا من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية بطريقة قانونية، فرصة كبيرة من أجل الحصول على الإقامة الدائمة. ماذا حصل؟ الشيء الجميل الذي حصل هو أنه كما تلاحظون في هذه المقالة من جريدة الشبيغل، هو أنه الاقتصاد، الشركات الاقتصادية وشركات اتحاد المقاولات الألماني يعمل ضغطا على الحكومة الألمانية بالإسراع في الاشتغال على الأينفاندرونكس جيزيت، قانون الهجرة الجديد. يعمل عليهم ضغط كبير ويقول لهم اشتغلوا بأسرع وقت على هذا القانون، وعند اشتغالكم على هذا القانون حسنوا الوضعية واقضوا على البيروقراطية، سهلوا الأمور على الأجانب بأن يحصلوا بسرعة على إقامة، سهلوا الأمور بسرعة على الأجانب أن تتم دراسة شواهدهم، شهاداتهم الجامعية أو شهادة الأوس بيلدونج أو شهادة دراسية إلى آخره، كي يتم الاعتراف بها وتعجيلها بأسرع وقت. اشتغلوا على أن مكاتب الأوسلندر، ويوجد في ألمانيا عدد كبير من مكاتب الأوسلندر في كل مكان، يعني طلبت الشركات الاقتصادية الكبرى في ألمانيا من الحكومة بأنه على مكاتب الأوسلندر أن لا تضع العوائق على الناس أصحاب الكفاءات. شيء جميل جدا ما قام به الاقتصاد الألماني، وأنتم تعرفون بأن ألمانيا عندها شركات اقتصادية عالمية وشركات كبيرة، بوش، مرسيدس، بي ام في، زيمنز، فو في، عدد هائل من الشركات. الآن الشركات الاقتصادية تدعم هذه الفكرة، والشركات الاقتصادية في ألمانيا تقول نعم 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 نحن في حاجة إلى يد عاملة أجنبية متمرسة تأتي وتشتغل في ألمانيا من أجل سد الخصص. إذا الاقتصاد والشركات الاقتصادية العالمية مع هذا القانون، والحكومة الألمانية تشتغل عليه. إذا هذا القانون يريد أن ينظم الهجرة ويريد أن يقلل من مثلا الهجرة السرية أو من هذه الأمور إلى آخره، لكن يوجد حاليا في ألمانيا عدد كبير من اللاجئين، يوجد عدد كبير من الأجانب، يوجد أيضا طلبة أجانب في ألمانيا. فرصتكم كبيرة، خصوصا إذا كانت عندكم شهادة جامعية، إذا كان عندكم أوس بيلدونج، إذا كنتم الآن لاجئين وتعملون أوس بيلدونج، رائع جدا. لماذا؟ لأنه بسبب هذا القانون يمكن إذا انتهيتم من الأوس بيلدونج أن تحصلوا على عمل بسرعة وإقامة دائمة بسرعة. إذا كنتم تدرسون هنا في الجامعة الألمانية عندكم فرصة بعد انتهاء الدراسة أن تستقروا في ألمانيا وتحصلوا على إقامة دائمة. نصيحتي لكم أصدقائي، خصوصا اللاجئين والمهاجرين والطلبة الأجانب في البداية قبل أن نتحول إلى من لا يعيش في ألمانيا، فرصتكم الآن بأن تبدأوا بالاشتغال. إذا عندكم شهادات جامعية من بلدانكم أن تبدأوا بالاشتغال عليها كي يتم تعديلها، الأنيركينونغ، أن تبدأوا بالأنيركينونغ سفافاغن، يعني أن تبدأوا بالاشتغال عليها من أجل تعديلها، أن تبدأوا يعني تعملوا أوس بيلدونغ. إذا عندكم أوس بيلدونغ تفكروا بالاشتغال إلى آخره، لأنه فيما بعد عندما سيخرج هذا القانون، هذا القانون يدعم الكفاءات ويدعم أصحاب الشواهد بالاستقرار في ألمانيا. إذا لم تكونوا تعيشون في ألمانيا، هذا القانون سوف يمنح لكم فرصة كبيرة للقدوم إلى ألمانيا من أجل عمل أوس بيلدونغ، قدوم إلى ألمانيا من أجل الاشتغال وتحسين وضعكم الاجتماعي بطريقة قانونية. ألمانيا يوجد فيها خصاص كبير في بعض المجالات، وهي ترغب بسد
هذا الخصاص في هذه المجالات. والآن الشركات الاقتصادية معنا ومع الجميع ومع الأجانب والمهاجرين واللاجئين أصحاب الشواهد العليا. إذا كنتم ليست عندكم شهادة، حاولوا الاشتغال على عمل مثلا بكالوريا ألمانية، حتى لو كان على حسابكم في مدرسة الفولكس هوخشولة. اعملوا شهادة التاسع حتى إذا كانت على حسابكم، اعملوا أو اسألوا في الجوب سنتر، اسألوا في مكتب العمل، هناك كورسات مجانية وهناك كورسات بالفولكس هوخشولة، تعملون شهادة التاسع، تعملون شهادة البكالوريا بمدارس ليلية، تعملون أوس بيلدونغ، وتقومون ب يعني هنا يمكن أن تخرجوا من صفة لاجئ وتحصلوا على الإقامة الدائمة. لأنه أنا عندي إحساس كبير وقرأت كثيرا على قانون الهجرة الجديد، سيكون في صالح الناس التي عندها أوس بيلدونج أو جامعة أو شيء من هذا القبيل. الأشخاص الذين ليس عندهم لا مدرسة ولا شيء ولم يشتغلوا إلى آخره، لن يفيدهم هذا القانون في شيء. أحببت أن أوصل لكم هذه الفكرة، وأحببت أن أخبركم بأن تبدأوا من الآن بالاشتغال. إذا ليس عندكم شهادة أو شيء، اشتغلوا من الآن، وإن شاء الله سوف أحاول أن أقربكم دائما من القانون الجديد. شكرا لكم، السلام عليكم.